ابن المنوفية وصعيدي يا سيدي، وسيدي كان فلاح. محمد تابع برنامج كابيتانو من سنتين فاتوا، عشان كده جينا المسافه دي وقطعناها من وادي النطرون لهنا علشان خاطر يحقق حلمه في كابيتانو مصر. افتح سبت الزاويه دي. كنت اتمنى ان يبقى البرنامج ده على ايامنا، وفعلا مصر بتستثمر في ولادها. احنا بندعي له ان ربنا ينوله كل اللي في باله يا رب ان شاء الله. زيد شويه زيد.